السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نشوفو الجزء الثاني من لا نوفيل رياليست اوشان، وغيتعلق الامر بعشرين سؤال اخر مع أجوبة اختيارية باش تفهموا وتراجعوا هاد لا نوفيل. من بعد ما شفنا الجزء الاول اللي كيخص البداية ديال لا نوفيل، لا سيتوياسيون انيسيال اي ليمون بيرتورباتور، دابا غنشوفوا هنايا كما كتشوفوا في العنوان لي دوبيير شي لي توفاج. غنشوفوا فاش غيمشي مسيو دوبيير مع مدام دوبيير، غيمشيو عند لي توفاج باش غيتبناو غيحاولوا يتبناو واحد من الاطفال ديالهم، الطفل الصغير اللي هو شارلو. دابا تبع معايا، غنقرا الاسئله، غنقراو الاجوبه الاختياريه، وحاولوا انكم تختاروا معايا الجواب الصحيح. الله نبداو على بركه الله مع السؤال الاول. كيل ايتي لالتيتود دو بيرتوفاش دورون توت لا سين؟ يعني هاد لو بيرتوفاش فاش دخلت ديك مدام دوبيار مع راجلها عند هاد لا فامي توفاش باش غيتبناو داك الطفل ديالهم الصغير. قالنا كيل ايتي لالتيتود، لالتيتود عقل هو الموقف، du perturbage durant toute la scène. Fait le mouhadaza, fait le mashad, ashnou kan kaydir. A, il éprouvait de la tête sans rien dire. Kan kaybin annahum tafaq kaydir ghab haraka bar-ras dialo. Il essayait de calmer la colère de sa femme. Kay hawli had l'ghadab dial marato. Il désapprouvait كان كيدير كيعبر على عدم الموافقه ديالو بواحد السيني دو لا تيت، بواحد الجيست بالراس ديالو. اي نيتي با داكور افيك سا فام، ما كاينش متفق مع مراتو. الا قرينا لا نوفيل ولا بالنسبه للناس اللي ما قراهاش، هاد لو بيرتوفاج ابروفي دو لا تيت سون ريان دير، كان كيوافق مراتو، كان كيدير كيحرك راسو من الفوق لتحت باش كيبين انه متفق مع مراتو اللي رفضات انها تعطي ولدها المدام مسيو دوبير يتبناوه. دوزيام كيسيون دو كيل سون لي دو فيرب امبلويي، شكون هما جوج لي فيرب امبلويي باغ مدام دوبير اللي استعملت مدام دوبير اي كي اون كريي اون كونفيزيون شي لي توفاش، واللي شكل واحد لا كونفيزيون، واحد مغالطة بالنسبة لي توفاش. يعني فاش جات مدام دوبير تقول لهم بغيت نتبنى الابن ديالكم، ما عرفاش تختار الكلمات الصحيحه واختارت واحد جوج ديال لي فيرب. شكون هما هاد لي دو فيرب؟ واش ادوبتي اي غاردي، تبني والاحتفاظ، اوموني ادوبتي ان تدي و تبنى، اكوير تستقبل اي ادوبتي تبنى، ولا تاخذ وتحتفظ. يعني شكون هما لي دو فيرب؟ يعني حاولوا نتوما انكم توقفوا الفيديو، حاولوا تقراو لا نوفيل، رجع لا نوفيل، حاول تقرا باش هكا يترسخوا لك المعلومات، وهكا غتديفلوبي الفوكابولير ديالك في اللغه الفرنسيه. الوغ لا ريبونس كوريكت هي اوموني اي غاردي، قالت لهم بغينا نديو ونحتفظوا بالابن ديالكم. كيسيون 3، سؤال ثالث، دون كيل ريجستر دو لونغ؟ انا ريجستر registre de langue quand le registre familier courant soutenu qu'il y a ça. Peut-on classer le langage de la mère tuvache hessa de la mère tuvache gars les tuvache ou la les valin عايشين في البادية في القرية غيستعملوا واحد لو نيفو دو لونغ وما ما قاريينش غيستعملوا واحد لو نيفو دو لونغ familier غيستعملوا لو نيفو دو لونغ familier. اما بالنسبه لمدام دوبيير ومسيو دوبير يعني ناس اغنياء كينتموا طبقه برجوازيه، كيبان انهم يعني قارين متقفين غيكونوا كيستعملوا لو روجيستر سوتوني، ولكن هنا سولني على لي توفاج. كيسيون 3 4 باردون، كومون سو برينومي، ما هو اسم لونفون دي توفاج كو لي دوبيير فولي ادوبتي؟ شنو الاسم هذاك الابن ديال لي توفاج اللي بغات تبناه مدام اي مسيو دوبيير؟ هو شارلو، شارل، جون، مانون. لا ريبونس كوريكت هي شارلو، il voulait adopter Charlot. Bravo, il s'appelle Charlot. 5. Par quel nom, bi'ayi ism, la mère tuvache qualifie-t-elle la proposition d'adoption? Bi'ayi kilma, had la mère tuvache wasfat la proposition, l'ard, l'iqtirah d'adoption, d'yel tabanni. Wash une monstruosité, wash l'wahshia, une abomination, had l'amal, yani muqarif, shani', une abjection, une corruption, fasad rachwa. يعني الا قرينا لا نوفيل كيما كنقول ديما وبالنسبه اللي ما قراهاش، لا ريبونس هو اون ابوميناسيون. قالت لهم هذا الشيء اللي طلبتوا مني انني نعطيكم الابن ديالي واحد الشيء، واحد لابوميناسيون، واحد الشيء فظيع. كيسيون 6، دو كيل كولور ايتي لي شوفو دو لونفون دي توفاج كو لي دوبيير ديزيري ادوبتي؟ شوفو بلون،
Cheveux marrons, cheveux châtains, cheveux bruns. هنا عندنا لو بورتري فيزيك ديال هذاك شارلو اللي بغا يتبناه مدام دوبيار. دونك لا ريبونس كوريكت هو il avait les cheveux blancs. كان عنده الشعر زعما. 7. Quelle était la première réaction? شنو هي اول ولا شنو كانت اول ردة فعل؟ La réaction هي ردة فعل de tuvache ديال les tuvaches lorsque les dubière pénétrèrent dans leur demeure. فاش هاد مدام ومسيو دوبيار دخلوا للدار ديالهم باش غيتبناو شارلو، شكون كانت ردة الفعل، شنو كانت ردة الفعل ديالهم؟ ils étaient ravis، كانوا فرحانين. ils étaient gênés، كانوا مديرونجيين. ils étaient surpris، تفاجئوا. ils étaient contrariés. la réponse هي ils étaient surpris، كانوا متفاجئين. يعني ما الناس ما كيعرفوهمش مزيان، كيفاش غيدخلوا عندهم للدار وشنو بغاو منهم etc. question 8. quel verbe، شكون هو الverbe utilisa la mère tuvache. استعملت la mère tuvache pour donner un écho inverse au verbe adopté. باش عطي واحد المعنى معاكس للverbe adopté تبني de monsieur Dubière. هنا monsieur Dubière حاول يشرح لمدام la mère tuvache انه بغى يتبنى الابن ديالها. استعمل هو الverbe adopté، هو هنايا الverbe adopté نتبنى. ولكن مدام tuvache شنو فهمت هي؟ شنو حاولت تفسر ليه؟ ما قالت ليه انت ما بغيتيش تبنى، ولكن كوا vendre. قالت ليه vendre notre fils، واش بغيتينا نبيعو لك الابن ديالنا. 9. comment réagit la mère tuvache، كيفاش كانت ردة الفعل ديال la mère tuvache à la proposition، على الاقتراح de madame Dubière. elle était furieuse، غضبه. elle était émue، كانت متأثرة. elle était impassible، elle était placide. La réponse correcte هي elle était évidemment furieuse. furieuse يعني كانت غاضبة. La question 10 سؤال 10 dans quelle demeure paysanne les époux du Bière entrèrent-ils en premier. هذا السؤال 10 هو اللي خاصو كان يكون هو الاول. dans quelle demeure في اي منزل paysanne les époux زوجين du Bière entrèrent-ils en premier. دخلوا في الاول واش دخلوا عند les valins ou bien les tuvaches. قلنا هادو هما لي دو فامي اللي عندنا في ليستوار، واش لي فالان ولا تيفاش. دونك كيما شفنا قبل دخلوا عند لي تو تيفاش، من بعد ما رفضوا لي تيفاش غيمشيو عند لي فالان غيتبناو الابن ديالهم. لي فالان غيقبلوا. حنا غنشوفوا هذا الشيء في الاسئله في الفيديو الجاي ان شاء الله، فاش غنديروا اسئله على الحدث فاش غدخل مدام اي مسيو دوبيير عند لي فالان يتبناو الابن ديالهم جون. La question 11. Comment réagit Madame Dubière au refus de la mère tuvache? Comment réagit kifash kan rdat lfil dial Madame Dubière au refus de la mère fash rfdat la mère tuvache? Elle se mit à pleurer bqat katbki. Elle se mit à supplier les tuvaches bqat katrghbhom. Elle se mit en colère dbat. Il quitta précipitamment la demeure la ghadrat la précipitamment bsoura la demeure le manzil. جواب صحيح ان مدام دوبيير il se mit à pleurer بقات كتبكي. 12 سؤال 12 quelle était la décision، شكون هو القرار فينال النهائي de la mère tuvache، شنو كان القرار النهائي ديال la mère tuvache. elle a demandé du temps pour réfléchir، طلبات الوقت باش تفكر. elle a chassé les dubières، طردات les dubières. elle a conseillé les dubières d'aller chez voir les voisins، نصحات لي دوبيير يمشيو للجيران. او بيان الى انفيتي لي دوبيير ا ديني، ولا عرضت عليهم العشاء. الجواب الصحيح دونك هو الى دوموندي باردون الى شاسي، هي انها طردات لي دوبيير، طردتهم من الدار. كيستيون 13 pourquoi monsieur Dubière s'était-il décidé à prendre la parole chez les tuvaches. في الاول مدام دوبيير هي اللي بقات كتهضر مع التيفاش، ولكن من بعد راجلها مسيو دوبيير هو اللي تولى الحديث. علاش؟ الى كومبري كيل فالي ميتر لا بريسيون سور لا تيفاش، واش كان كيعتقد انه خاصو يدير لا بريسيون الضغط على لا تيفاش، يضغط عليهم. الى كونستاتي كو لو بير تيفاش لانسيتي انترفونير، استنتج ولا لاحظ ان le père tuvache qui dfeu le tadkhoul. il voulait montrer qu'il approuvait sa femme. bref bien annahu
كيدعم المرض الزوجة ديالو، ou bien il a constaté que sa femme s'est mal expliquée، ولا لاحظ أن المرض ديالو سي مال اكسبليكي، يعني ما وضحات ليهمش مزيان. يعني الباين من خلال لا ليكتور، القراءة ديال لا نوفيل، أن الجواب الآخر هو صحيح. إلا كونستاتي كو سا فام، لاحظ أن الزوجة ديالو سي مال اكسبليكي، ما شرحاتش مزيان لي تيفاش اشنو بغات. يعني هي عاود تقول لهم بغيت نتبنى ولدكم وهذا، قالت لهم بغيت ندي ولدكم ونحتفظ به اتسيتيرا. هادشي علاش مسيو دوبيغ تدخل. كيستيون 14، سؤال 14. Par quel mot le narrateur désigne-t-il la mère du vache? Par quel mot, أي كلمات, le narrateur الحكي désigne-t-il la mère du vache? شنو الكلمات اللي استعمل باش يتكلم على la mère du vache? واش la compagnarde et la fermière, la paysanne et la fermière, la laboureuse et l'agricultrice, la paysanne et la compagnarde. فاش غنقراو la nouvelle غنلقاو بأن الجواب صحيح هو la paysanne et la فيرميير، يعني لابيزان، الفلاحة، القروية، اتسيتيرا. 15. Quel âge avait l'enfant des tuvaches que les dubières désiraient adopter؟ شنو كان العمر ديال l'enfant des tuvaches que les dubières désiraient adopter؟ شنو كان العمر ديال داك شارلو اللي بغيت تبناوه les dubières؟ واش 12 mois, 8 mois, 20 mois, 15 mois؟ La réponse correcte c'était 15 mois. Il voulait adopter un enfant de 15 mois. 16. Qu'est-ce que l'intervention de Monsieur Dubière a apporté de nouveau par rapport à celle de sa femme? Qu'est-ce que l'intervention de Monsieur Dubière? L'intervention de Tadakhol. Chnou Tadakhol diel Monsieur Dubière a apporté Adaf de nouveau, je dis, par rapport à celle de sa femme. Chnou Daf Tadakhol diel. Alors, quand on a les réponses pour bas, Haoulot le Kaul Jouhob. Sahir, donc, la réponse correcte, il y a les avantages pour l'enfant et pour ses parents. يعني نتكلم على les avantages, على الإيجابيات اللي غتكون تبني على الطفل وعلى الآباء ديالو. يعني قال لهم الطفل غيستافد وحتى هما غيستافدوا، غيعطيهم واحد المبلغ شهري. 17. Quel était le but de la visite des Dubières chez les Tuvaches? شنو كان الهدف, le but de la visite ديال الزيارة des Dubières chez les Tuvaches؟ راه باين. دونك لا ريبونس حنا جاوبنا عليه. دونك لا ريبونس, شوفوا معايا A B C D. La réponse correcte c'est demander l'adoption, طلب تبني d'un de leurs enfants, غيتبنى واحد من الأطفال ديالهم. 18. سؤال 18. Quelle image donne le narrateur de Madame Dubière lorsqu'elle s'adresse à son mari avec une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits? من خلال هاد لا فراز هادي اللي قلنا على مدام دوبيير، شنو بغاو وصلنا على مدام دوبيير؟ اش من صوره عطانا عليها؟ قلنا اون فوا دونفون، صوت ديال الطفل، dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits، يعني بقات كتبكي بواحد الصوت ديال الطفل، شي طفل انه مولف ديما كيلبيو ليه الحاجيات ديالو. واش عطانا هنا ليماج دون فام، صوره ديال واحد المراه ديليسي انتريبيد غاتي accablé. Donc la réponse correcte, il y a gâté, يعني مرا مفشة, يعني مدام دوبيير مولفة أن ديما الرغبات ديالها كيتلبوا، ولكن دابا فاش بغات تبنى هاد لونفون ديال لي تيفاش ورفضو بقات كتبكي بحال شي بنت صغيرة. Question 19. Sur quel argument? Argument, il y a حجة. Reposez la dernière tentative, il y a محاولة, de monsieur دوبيير. آخر محاولة يديرها مسيو دوبيير، شكون هي؟ دوبيير باش يقنع مدام تيفاش أنها تخليه تبنى الإبن ديالها. لا غونت بوغ لي بارون، واش تكلمني على ديك لا غونت، ديك المنضة الشهرية. لافونيغ دو لونفون، المستقبل، تكلمني مليهم على المستقبل ديال شارلو. لي كادو، على الهدايا. وبيان لا سوليتود دو كوبل، لأنهم كيعاني هو والزوجة ديالهم الوحدة. لا ريبونس كوريكت، أن آخر أرغيومون، آخر حجة استعملها مسيو دوبيير هي لافونيغ دو لونفون، قال لهم فكروا في المستقبل ديال ولدكم. 20. أ كيل إتاب دو شيما ناراتيف كوريسبون سو باساج؟ هاد الباساج اللي طرحنا عليه الأسئلة، اللي جا فاش دخلات مدام دوبيير وراجلها عند لي تيفاش يتبنى ولدهم. واش عندنا لا سيتياسيون إينيسيال، ليليمون بيرتورباتور، لي بيريبيسي، أو بيان لا سيتياسيون فينال؟ شفنا أن لا سيتياسيون إينيسيال كنا خدمنا عليها دي كيستيون هو فاش قدمنا لي فالان إلى تيفاج. ليليمون بيرتورباتور هو داك النهار
ديال دو موا دوت ديال شهر غوش، فاش جات مدام دوبيار و مسيو دوبيار لاول مره، والاحداث اللي جاو من بعد منها اللي تطرقنا ليهم اليوم هما لي بيريبيسي او مجريات الاحداث.